صباح الخير واهلا وسهلا بجميع مستمعي اذاعه بانوراما اف ام وين ما كانوا عم بيتابعونا. تحياتي لكم من بعد الويك اند. شو بدنا نتمنى لكم غير اسبوع موفق ان شاء الله بتكون بدايته على ذوقكم ونهايته احلى واحلى. يوم 29/11/2015 يوم الاحد 11 بتوقيت استديوهاتنا 10 بتوقيت السعوديه. معنا ننطلق مع برنامج بانوراما كافي وساعته الاولى. واليوم ببدايه الساعه رح يكون عنا او مع ساعتنا الاولى رح يكون عنا ضيف وهو المثقف الشعر والفنان جو رعد يلي صرنا نستضيفه اليوم باستديوهاتنا باذاعه بانوراما اف ام. ولكن قبل خلينا نفتتح مشوارنا مع اغنيه لو تعرفوا ونرجع نتابع معكم جاسم رفقتكم من وراء الميكروفون على الهندسة الصوتية. حصريا عشقك مزر kör aşkın tam ortasında soldurdun açmamış yolları aşk çıkması bir beyazın en sonunda kahrettim ben kokan sırları Kaybettik yolları Karanlıkla doldu Arama yılları Çek ellerini Çek ki bitsin bu sürgün Affetmem artık ne mümkün Oldu bu çıkmazda Bırak ellerini Hasriyen Bu selu Ezzeyu ezzeyi halu Fibalu avmuş fibalu Menseş havana Aşkın tam ortasında soldurdun açmamış yılları Arama yılları Çek ellerini Çek ki bitsin bu sürgün Affetmem artık ne mümkün Oldu bu çıkmazda Bırak ellerini Bu selu Ezzeyu ezzeyi halu Fibalu almış fibalu Ben seç hevana emana Kulli lidel ulu Hasriyen Sen ol, kapattım yolları Bu aşk sona vardı Arama yolları
لأنك تطمح للأفضل. احصل على OSN، اشترك الآن واحصل على شهرين مجانا بالإضافة إلى التركيب وجهاز استقبال OSN Plus HD مجانا. للاشتراك اتصل على 920-00-88-99. الجو اليوم خيال، ليش ما جهزنا طلعة شوي بدل اللفلفة بالسيارة؟ احنا فيها، وقفني عند السوبر ماركت. ها ايش جبت؟ دجاج اليوم المتبل بالتشيلي الحار، وهذا بالكاري، اتدلل واختار. طيب يا شباب، واللي مشتي سندويشات؟ هذا كباب وبرجر لعيونك. كبير كبير من يومك. مشاوي اليوم هذا وقتها. سيارتين لامبورغيني وخمسة كامارو وتسعة وثلاثين ماليبو، والحين تقدر تجيبها مع رنان. فقط أرسل حائلة 1404. موبايلي، ابتكر عالمك. بانوراما جديد. بدي وجه تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا عم بتابعونا اليوم، مش بس فيكن تابعونا من خلال الإذاعة، إنما أيضا لايف ستريمينج على www.mbc.net/panoramafm. جو رعد مش بس اسم لمع بعالم تصفيف الشعر، إنما أيضا بعالم الغناء، مع أنه هيك كانت البداية، فينا نقول هيك مش صعبة بس فيها مطبات كأنه. كانت شوي صعبة. كانت صعبة بالنسبة لك. هلأ رح نحكي أكثر وأكثر عن هالموضوع. خلينا نبلش من أني هي حضرتك موجود بدبي، زيارة سريعة ولا زيارة عمل، زيارة تحضير لأغنيات؟ يعني أول شيء بدي أقول صباح الخير لكل مستمعين بانوراما وخاصة لبرنامج جسي. أنا بدي أقول لكم، أنتم منكم لايف، أنتم عم تسمعوني، بس لازم كلمة الحق تقال. اللي قدامي قمر، مش بس والله عن جد عم بحكي، طول جميل، أخلاق، الحوار معه حتى قبل ما أطلع الهواء حسيت الحوار معه فيه متعة، فأنا بدي هنيكي وهني بانوراما على هالإكيب اللي موجود هون. مرسي كتير لك. جو بدبي يعني شغل، يعني تحضيرات. نعم. فينا نقول زيارتي لدبي فيها أكثر من هدف. أول شيء أطلقت حملة جديدة، حملة إنسانية ترفيهية للمناطق اللبنانية، وكانت الانطلاقة هيدا الحملة من دبي، من صباح العربية. حلو. أوكي. انطلق هيدا المشروع، المشروع إنساني فني، عبارة عن أكيبة جو رعد بعالم الشعر، بيروح على المناطق اللبنانية النقية وبيقص الشعر، أي حدا بيحب يقص شعراته، وبنفس الوقت هيدا الشعر بيتاخد للمعامل، بينعمل إكستنشن وبينبع مردود، ولا هيدا الشيء حيكون تأهيل المناطق النائية بلبنان، وحيستفيد من هيدا المشروع اللبنانيين واللي عايشين على الأراضي اللبنانية، وطبعا حنروح على الحدود اللبنانية السورية، ومن بعدها حنزور كل منطقة عربية في منطقة، يعني أي كل البلاد العربية، البلاد العربية في مناطق نائية، وهيدا المردود حيعطيهم الأمل يعني. وبكل حملة بتخلص حعمل لهم شو، أقدم لهم شو غنائي. حلو. رائز لا أقدر أقدم الفرحة اليوم، نحن في، أنا بكلمة خليكي تبكي هيدا، بس صعب أنه أعطيك السعادة. يا رحمت بلشنا، أرحمني ابن الناس. لا رح نحكي أكثر وأكثر أكيد عن هالحملة، عجبتني، رح نعلق عليه ونحكي أكثر عنها. نعم. بعد ما نسمع نظرة منك والسلام، عنا كتير محاور نحكي فيها اليوم. الله يساعد. نجو رعد، نسمع نظرة منك والسلام، نغير الأجواء، نعيشك أجواء غير شكل على بانوراما أف أم، ونرجع. مش عارف انا روحي راح مني عنك.
بين الناس بلش أزيع حبك قتلني خلاص خلص علي قبلك تعبت كتير تعبت فيه كده ببساطة كده دوختني تطمح للأفضل احصل على أوسن اشترك الآن واحصل على شهرين مجانا بالإضافة إلى التركيب وجهاز استقبال أوسن بلس اتش دي مجانا للاشتراك اتصل على 920008999 العيادات التخصصية المفتوحة في مستشفى دلة تحتوي على كافة التخصصات تستقبل المريض بدون موعد تعمل بعض العيادات من 8 صباحا حتى 11 ليلا للاستفسار يرجى الاتصال على 920-1-22-22 مستشفى دلة ملتقى الخبرات احترام الطفل للبيئة من أهم الأشياء اللي لازم يتعلمها الطفل وعشان تعرفوا أكثر عن هذا الموضوع تابعونا في حلقتنا القادمة من خطوات ناعمة الخميس القادم الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت السعودية على MBC3 تابعين مشوارنا معكم على هوا البانوراما مع ضيفنا لليوم جو رعد أهلا وسهلا فيك بيحتار الواحد من وين يبلش الحوار معك نعم. هيك خربطت لنا أمورنا شوي قد ما عندك ما شاء الله مواهب كتير بعد شي مواهب ما شفناها يعني أنا بقول نحن بالعالم العربي شوي معودين على شيء معين لازم الإنسان يشتغله لكن إذا منشوف برا منشوف وهلأ أصلا يعني حتى بالعالم العربي شوي تغير يعني إذا إيه لما بتشوفي بتمثل بتغني قدم برنامج مطربات كتير انت مع كمشاهد حلو الانسان يكون متعدد المواهب اهم شيء لما بده يعمل اي شيء يكون رايح له هيدا المهم لكن اذا عنده الامكانيات يقدم شيء جديد على الساحه او يعطي فكره جديده وين الغلط ليش لا جول البدايه كانت صعبه
أنا حبيت لك هيك برقت بمطبات مش ما أقول لك صعبة. لا عادي كانت بس نحن شهدنا على البداية. طلعت غنيتي كانت من بانوراما. صحيح. نعم. فكانت صعبة بالنسبة لك مع إنه كان في تشجيع كتير كبير من كتير من النجوم. نعم. نجوم صف أول. لا يعني. هو بداية كان الفنان ماجد المهندس. نعم. يلي أنا يعني أنا بالنسبة لي هو خي عزيز. وغالي هو برنس بالغناء العربي عدا هيدا غناء العربي مش برنس بالأخلاق بالأخلاق برافو وبالتواضع وبالتشجيع فإيمانه بموهبتي وإنتاجه وهديته اللي قدم ليها والأغنية هيدا ما حأنساها كل عمري فدايما يعني له محطة خاصة ايه. او هو هلا بدي كمان وجه له تحية هو هلا بأمريكا موجه له تحية هو فاي اولا بيحكي تفاي وبدي اقول له مبروك على الالبوم الجديد يلي انت جيني فيها هلا انت ميني ألبوم بس مش منك الشهادة من كل اللي بيتعاونوا مع الفنان ماجد مهندس بدي وجه له تحية كتير كبيرة. نعم. لأنه عن جد قمة في التواضع والأخلاق يعني. نعم. أكثر من مرة التقينا بانترفيو وأيضا تقديم حفلات وكان مثل ما حدث هذا سر من سر نجاحه. نعم. قدي مهم التواضع عند الفنان يعني حكينا عن برنس الغناء العربي. نعم. قدي إجمالا التواضع مهم جو هلا أنا عادة بحكم علاقتي مع كل النجوم يعني ما بشوف يعني ما بيكون في بيني وبينهم هالحواجز يلي بتشوفها يمكن باقي الناس. نعم. لكن بشكل عام هو من تواضع لله رفعه. نعم. التواضع كتير مهم وما حدا اخد شيء وبعدين في كتير فنانين عم نشوف نهايتهم للأسف مش مثل بدايتهم فما بتبقى غير الأخلاق الفن رايح الشهرة باطلة هول الأشياء كلها مع الزمن حتتغير لكن محبة الناس واللي بتزرعي حتلاقي تحصدي بالأخير أكيد نسمع ماجد مهندس أكيد. أنا لأنه وعدتك سمعك حياتي واو رائعة هاي نسمع أنا برياك أنا ماجد مهندس ونرجع معك رح نرجع لنحكي شوي أكثر وأكثر عن الفن والغناء وجديدك أيضا أكيد نسمع ونرجع مع ضيفنا لليوم جورع منورنا باستديو منور دبي أنا بلياك دارمش إلك تنزل ألف دمع بدونك أحس ويا النفس وجع أنا بلياك إذا أرمش إلك تنزل ألف دمع وإذا أتنفس بدونك أحس ويا النفس وجع هذا أنا حالي صار من أنت مو Oh,
الحلم فزيت والحلم شي رجع مليت انا لوحدي جنت بحلم فزيت والحلم شي رجع مشوارنا معكم على هوا البانوراما مع ضيفنا لليوم جو رعد. جو اجمالا نعم. شو بتفضل يعني اليوم انا مذيعه بدي اقدمك، شو بتفضل اقدمك بمسفف شعر وفنان ولا شو انت؟ انا بفضل انا مش برتاح، انا بحب الحقيقه والواقع. الواقع بيقول الشعر فن، نعم. الرسام فن، اللي بيمثل فن، اللي بيغني فن، وانت كمان فنانه، فكلياته حتى الطبخ هو فن الطبخ. مزبوط. فانا بفضل الفنان جو رعد لانه بتشمل وبالنهايه انا لما فتت على مجال الفن الغنائي قدمت ستيل جديد بيشبهني، عملت حاله جديده بالعالم العربي. واما بموضوع شغلي وحياتي وبداياتي كمان كان بتصور مع كل تواضعي، كان لي بصمه لكل نجوم بستاهل. العالم العربي تستاهل. جو جو نعم. فهمت منك الزياره هيدي على نعم. دبي مش رح تكون مش بس الاولي والاخيره، انا ما يبدو رح تكون هيك على الطريق في رايح جاي بين لبنان ودبي، يا ريت نحكي اكثر عن هالموضوع. رح تكون بدبي حضرتك؟ طبعا اول شيء انا جيت على دبي كرمال موضوع الالبوم، خلصته حسلمه، وحنشوف مع مين الله بيوفقنا مع اي شركه لينطلق الالبوم. وطبعا من بعد عم حضر لالبوم خليجي، فلقيت انه اقامتي تكون بدبي كتير مهمه لحتى اقدر اطلق الأول الألبوم اللي هلأ حم بيخلص، واللي عملوا أهم ملحنين وكتاب من العالم العربي، محمد رحيم، أحمد، محمد رفاعي، أحمد محيي، يحيى الحسن، استوديو هادي شرارة، توزيع وسام غزاوي، يحيى الحسن، أستاذ نبيل أبو عبدو، أسماء كتير كتبته وعملته، حتى مواهب جديدة، حسام الصعبي، محمد ديخ، أسماء كتير جديدة ولهم بصمة، مدحت خميس قبل ما أنسى كمان كتير من كلهم أسماء معروفة بالفعل بعالم الغناء، ومن أجمل ما بيكتبوا ما بيلحنوا، يعني أهم هتات العالم العربي جو. فمن هيك نعم. كلياتهم هون لازم يندعموا، لازم يتقدموا. قررت أقسم إقامتي ما بين دبي وما بين لبنان من الأطلاق الألبوم، وبنفس الوقت عم بعمل فروعة حلو. بس قريتي فيه
أريد أنا زايرة كم فرع لا حامل فروعة باسم الجورعد لأنه أنا حكون فيهم شخصيا, يعني إن شاء الله الفروعة اللي حتنفتح بدبي تبقى موجودين حكون أنا موجود فيهم. فمن هيك إن شاء الله لا تعليقي أنا الموجود فمن هيك بكرة لما نفتح الفروعة الجديدة حتكوني أنت مدعية وحكون أنا شخصيا موجود إن شاء الله. وأنت أكيد يا أماري سلمان عم تقدر إلا ما تحركش فينا. تحياتنا لألا جورعد. عيب عملت مشكلة هالأغنية يعني مشكلة مع نجم كتير كبير ملحن بركات ووصلت الأمور لفنانة شادة حسون كأنه يعني صار في لغط. يعني خبرنا أكتر أنت شو قصة عيب؟ أغنية عيب علي بيعمل عيب هي أغنية أطلقتها آخر أغنية وكان صداها بالعالم العربي ولبنان كان صداها كتير حلو. هو عنوانه شوي كان مثير لكن الخلاف مع الموسيقار ملحن بركات ما تخطى لي كبار حكيني ابنه ونحل الأمر سبب ببساطة. الخلاف سبب الخلاف أنه في أغنية أعلنتها شذا حسون أنه حتغنية اسمها عيب على اللي بيعمل عيب وسأبت بس هي الغنية ما نزلت وفنان ملحم نفس الكلام واللحن لا أنا ما بعرف موضوع ما بعرف هيدا مجرد الكلمة عنوان الأغنية لكن الفنان ملحم بركات رجع غير رأيه ما عطاه لشذا هيك عرفت يعني طبعا من الصحافة. عندك هي مشاكل كتير مع شذا حسون رح نحكي على الموضوع بعد شوي نسمع الأغنية من جورعد عيب ونرجع نتابع مشوارنا معكم لنشوف شو القصة بينه وبين عيب على اللي بيعمل عيب. عيشوا اللحظات الحلوة وانسوا اللحظات المرة يلا نسمع آخر طالع برا عيش اللحظات الحلوة وانسى اللحظات المرة بالضحك الحلوة بتكسب ما كتير تعيش مسرسب وتضلك عم تتقلب
تابعين مشوارنا معكم على هوا البانوراما ومع ضيفنا نجم جرعت. مرسي مرسي مرسي. خلينا هلو. نحكي شوي. شفتي الزمان شفتي الفان. أهلا وسهلا. هيدا المحبة بتيجي من عند الله. أكيد بدنا نوجه تحية كتير كبيرة. حبيبة قلبي كيفكم؟ شخباركم؟ جو أحلى شي في عفويته لو على الهواء بيتحدث مع الكل وهيدي بصمته الخاصة. جو خلينا نحكي شوي عن الفنان شادى حسون. نعم. يعني على تويتر وعلى صفحات التواصل الاجتماعي مين ما شاف المشكل يلي صار والكلام يعني يلي انحكى غريب شوي يطلع من نجوم يعني بيعرف يتعاطوا مع صفحات التواصل الاجتماعي. أنا رح أقلك شو السبب بالبداية. السبب كله كان في حفل بلبنان تحت رعاية الجيش اللبناني. من بعد ما اتفقوا معه قالوا له أنت وجو حضرني بهيدا المهرجان. رجعت الإدارة المهرجان السيد راغد اعتذروا منه لأنه هو دعم للجيش اللبناني وهي غير لبنانية واعتبروا أنه حتى ما بتقدر تقوم بالمهرجان لأنه ما عنده جمهور لبناني وطبعا بدوا النجوم ليقدروا يعني بدوا النجوم يقدروا يعبوا المهرجان فاعتذروا منه. اعتبرت أنه أنا السبب بأنه شلتها يعني من المهرجان يعني كأنه أنت اللي اتصلت وأنا ما دخل بالعكس. وانت قبل ما كان في مشاكل بينك وبينه يعني هون شررت المشكلة هون شررته لا وعلما انه انا بحب احكي عن الانسان لما بيكون منيح بس لما حدا بيتهمك وبيحكي عن امك ووالدتك وبيبلش بالفاظ مسيئة لعائلتك يعني انت فيك تنتقدي فني صح. لكن والدتي وعائلتي ما دخلوا علما انه والدتي اللي هي بتعرفها كتير وما عملي مع غير كل شيء منيح فاضطريت انا رد عليها قلت لها وكتبت انه هاي هيدا الحلا وهيدا المغني فقلت له انه اوكي هيدا الحلا يا ما كنتي تترجي له لي مشتك فري لانه الكليبات ما كان فيهم مع انه جو انت معروف عن جد عندك مستوى يعني وذكي يعني بالتعاطي مع المشاكل اذا فينا نقول ومع الناس اللي بتهاجمك لكن كمان بس كمان بنفس الوقت اليوم اذا حدا بيهاجمك بمكان ما وانت ما بتدافع عن حالك او ما بتوضحي الصوره بيفكروا الناس هيدا ضعف او انه الطرف الثاني معه بعدين الأهل والعائلة يعني والشرف خط أحمر هذا خط أحمر فمن هيك كنت كان ردي يمكن عليا لحط النقط فوق الحروف وبعدين حكيت بإشياء يعني ما بينحكى فيها. نحن اليوم بعالم منفتح أنا أمي سورية اللي الشرف تكون أمي سورية يعني وكأنه صارت تفوت موضوع إشياء ما بينحكى فيهم فمن هيك كان وبعدين قالت على لبنان حسالة لبنان شواز فأنا رديت عليها لبنان نظفك لبنان وقف معك لبنان ساعدك لبنان شارك نعم. انه حلو الوفاء صار في اخذ ورد بطريقه يعني وجو طوطع وبعدين على فكره هي بتكتب من اكونتات فيك وانا بحكم علاقتي بعرفها اللي بتشتغل معها تبي من هون عملها يعني مثلا الاكونت فيه 3 فولو كيف شو هو هيدا فقلت لها بعدين فاتت حدا للصلحه وهيك قلت لهم ما في مشكله ما في مجال للصلحه انا مش موضوع ما في مجال انا انسان كثير يعني بحب الخير والصلح انا صالحت احلام واصاله بحياتي ما بحب المشاكل لكن اليوم انت اذا عم تقولي انه مش انت اللي كتبت والفانس كتب المفروض تطلع يا شذا حسون تقولي انه انا ما بقبل جمهوري او الفانز يحكي بهيدا المستوى بهيدا الاسلوب جو رعد هو صديقي وخيي ما طلعت ولا قالت وضلت ساكتة عن الموضوع وكأنه هي مرحبة بهيدا مش مرحبة يعني هي انا بعرف المصطلحات اللي بتحكم نعم. بحياتها اليومية هي هول اللي انكتبوا من الفيك انهم هي بتقولهم نعم. فمن هيك انا عرفتها انه هي اللي كتبت ما في مجال ولا في مجال للصلحه لا الله يسامحها خلص على كل حال تعاطف الناس وقدي الناس وقفت معي حبوا ردة فعلي فبتصور هذا كان أهم رد والقضية والقصة أخذها القضاء اللبناني صار فيه محاكم مش محاكم أنا رفعت قضية لأنه ليه لو بتحكي علي بهالأسلوب وبهالطريقة نعم. يعني فأنا فضلت محامية حرام حكي معي يعني وقال لي أنه بدنا الصلح قلت له أنا ما عندي مشكل بس لازم يكون في اعتذار علني مثل ما أنا يعني سبيت أو نحكي علي بطريقة مش حلوة فلازم أخذ حقي وباعتذار عانني مش بيني وبينه نعم. من هالمشكلة يلي للأسف يعني قليل ما بنسمع عن جو رعد عنده مشاكل وانت سالونك يعج بالنجوم يعني نجمة طالعة نجمة فاتة وهيدا الشيء بيشهد عليه أكيد مش بس نحن اللي منزور سالون جو رعد إنما أيضا النجوم يلي بيكتبوا عن جو رعد
جد. فحكينا عن شدى حسون، ولكن رح نحكي عن علاقات كتير حلوة مع نجمة رح نسمع منها أغنية يلا. وكتير من نجوم تانيين، بس أنا حبيت سمعك يا لطيف لأنه أنا بعرف قدي بحب سميرة سعيد. سميرة أنا من الفانز لسميرة. سميرة من الناس اللي ساعدوني وشجعوني على أول غناء، وهي من الناس اللي سمعوا غنيتي الجديدة. وبدي أقول لسميرة ألف مبروك، الألبوم، التوزيع، نوعية الموسيقى، نوعية الكلام، الأسلوب الغنائي اللي معودين دايما نسمعه جديد، هالمرة النجاح كان أكثر من رائع. مبروك سميرة السعيد. بارك الله وان إلا رائع الألبوم يا لطيف. نسمعك يا لطيف. أنا اخترت لك إياها أكيد. Yeah.
ارسلت لك رساله بالطلبات. حاضر يبا، بس امر الصراف اخذ كاش. كاش قديم انت، ادفع بطاقه مدى اسرع لك. اوه معك حق. وتعرف ان البنوك تقدم عروض على استخدامها. تواصل مع بنكك للتعرف على المزيد حول عروض بطاقه مدى المصرفيه، الطريقه الاسرع للدفع كل يوم. ترقبوا فترة السهرة على 9 مساء برعاية STC. مشوارنا معكم على هوا البانوراما، دايما سعيدين اكيد بوجود ضيوفنا معنا اليوم. مش بس فيكم تسمعونا انما ايضا تشوفونا على www.mbc.net/panoramafm. وضيفي جو رعد، اهلا وسهلا فيك من جديد باستديوهاتنا باذاعه بانوراما اف ام. جو بدك تحط الهيدفونز ولا لا على راحتك اللي بيريحك. جو خلينا نحكي شوي عن عالم المودة، كتير من الصبايا والسيدات عم بيتابعونا. برنامج بانوراما كافيه معروف بيعنا بموضوع الفاشن، لازم احسن ما انا احكي عن المودة. انتو المصففين الشعر والخبراء بهالموضوع، بنحكي شو المودة السنة؟ نعم، هي المودة مثل ما انا شايفين اللون الرمادي السيلفر، يعني شعر فضي. ايه كتير كتير دارج هيدا. مين عنده الجرأة؟ يعني في ناس جريئة، صار في جرأة كتير. في وأنا بصراحة بمشروع اللي أطلقته لبداية الحلقة حكينا عنه اللي هو خيري فني، هو هذا الشعر حين صباغ وينعمل ألوان موف فوشيا. وأنا يعني من بدايتي كان لي بصمة بهذا العالم. أحلام عملت لها لما كان خطبتها خصل زيتي سميرة السعيد الفوشيا والبينك، عملت لها لا يسرى، عملت لكل النجوم تقريبا. أحلام الملكة، أحلام حبيبة قلبي، دايما كنا نستعين بالإكستنشن لسببين. أولا نقول أنه كرمال ما يتعب الشعر، لكن هلأ اليوم مثل ما كنا شايفين هي الموضة موضة ألوان مجنونة، فأحلى ما تتعبي شعرك فيك تستعمليون لهالإكستنشن وصارت اللي بدك بتشيليون. هيدا شيء أكيد. والسيلفر هو على فكرة ما في غير مصففين الشعر يلي مثل ما بيقولوا عن جد بحبوا زباينهم بينصحوهم بالافضل، اللي هو انه ركبه خصل ليش رح تتعبي شعرك وردي عم نحط اكستنشن. وعدا عن هيك حتى الفكره اللي مقدمها الاكستنشن الجديد اللي عم بعملها لدعم مشروعي الانساني والفني، هي اكستنشن مش تلزيق ولا بتعمل اثر للشعر ابدا، هي بتنحط بطريقه كتير طبيعيه. وقريبا حيشوفوها على الويب سايت جورعد، حيشوفوا الطريقه كتير سهله، حتى هي السيده تقدر تعملها بالبيت وتشيلها ساعة اللي بدها. حلو كتير. لكن الرمادي كل ما رحنا لألوين الرمادي الفضي، يعني بتحسي كأنه كيف لون الفضة سيلفر. حلو. هل قدين يعني على شيب لون الشيب شوي ولا لا؟ مش موضوع شيب، الشيب بيعطي عمر، هو شعره بيناتهم. نعم. هو لون السيلفر المعتم النات، مش اللي بيضوي. طيب. عرفتي؟ البعض بيقول لك ليش شعرك طويل الموضه مثلا، مش شعر طويل السنه، شو الموضه قصير طويل؟ انا 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 بشوف اليوم الموضه هي ما بيناسب السيده. يعني اليوم انا فريق عملي بكل فروعاتي بالعالم العربي بنقدم موضه الجورعد على اساس ما يناسب السيده قبل ما ما هي الموضه. اي نو في خطوط عريضه للموضه، لكن اذا حدا ما بيروح للون الاورنج او الجولد او اللون النحاسي وهي موضة، مش ضروري نعمل هيدا اللون. فهي الموضة منفتحة اليوم، هالانفتاح صار فيك تعملي شعر قصير موضة، شعر طويل موضة. بعدين تخيلي مثلا وحدة قصيرة كتافها قصار وتعمل شعر كتير طويل، كان شعرها أو ركبت اكستنشن. سو انت اليوم شو عم تعملي؟ هو الشطارة انك تبرزي انت كشخص شاب ولا بنت، تبرزي الاشياء الحلوة اللي عندك وتخفي الاشياء المش حلوة. فأنا اليوم بدي ابرز أو ساعد السيدة لأبرز لها جمالها، بدي الاشياء الحلوه فيها. مثل الفنان اللي بيغني ما فيه يروح على لون ما بيناسبه ليبرز امكانيه صوته وحضوره، بيبرم على احلى شيء عنده ليقدمه للناس. نعم. طيب انت مثلا منك بحاجه لشيء طويل قصير بيلبق لي قصير؟ انا بقول حرام انت ما تكوني على التي في على الهواء.
على هالكاريزما اللي عندك وعلى هالجمال. ان شاء الله يعني ما حدا بيعرف يمكن عزروني مرة الجاية. عزروني مشاهدي البانوراما عن جد كتير عم غزلها لانه عن جد هي كتير كيوت كتير لذيذة والحديث معها مثل ما قلت متعة. ميرسي. مثلا كتير من السبايا عندهم طول شعري على فكرة، تحديدا كتير بيوصلني انه جاسي شعري طويل اسمنا بيلبق لي شعر قصير ولا ما شاء الله اللي مثله عند الفيتشرز مثلي مثلا. انت طولك ما شاء الله طويلة، وقفت حدك بينت هالقد تلك قاعده على الكرسي طولك حلو، هاي اولا. اثنين برمت وجهك مساعدتك لانه هو الوجه المثالي الوجه البيضوي. سو انت برحلك الطويل برحلك القصير ان عملتي طول واحد كتير حلو وعملتي ديجرادي حلو. نعم. حتى الغره كمان بلاقيها لك كتير حلوه لانه جبينك منه صغير كتير ومنه عريض، وبالعكس كل ما عرض جبين كل ما بتروح له الغره، وكل ما صغر الجبين بحس الغره حتاكل من الوجه يعني. نعم. هيدا من خلال ستايلي كتير من السبايا يمكن عنده نفس بيشبهه. ستيل اللي بيشبهوه فهيدا يلي بيلبقكم سؤال للكل يعني. نعم. مش بس لألي. وعلى كل حال اي سيده فيها تفوت لعنا على الويب سايت جو رعد، نحن فايسلينهم. أنا جو رعد اللي بيغني عالم تاني بتشوفيه حياته اليومية، لكن عالم جو رعد الشعر هن منفصلين، بتقدري تشوفي الموضة بتقدري تشوفي كل موضة جو رعد. وهيك بنقدر نقدم عالمنا لأي سيدة بتحب جو رعد. نسمع مين بتحب نجوم الخليج؟ نسمع شي خليجي. عندي عشق لأحلى وأهم فنين بشوفه الستار والكبير يعني، أنا بحسه هو محمد عبده بنفس المستوى رشيد المجد. موجه له تحية أكيد من خلال برنامج بانوراما كافي. نسمعك أغنية بانوراما رشيد ماجد بعذبك ونرجع نتابع مشوارنا معكم. تحب ستايل هاي الأغنية أكيد. هذا فن هيدا لا يتكرر. نسمع الأغنية ونرجع نتابع مشوارنا معكم، ورح نرجع لنشوف هيك مع الختام شو الأشياء الجديدة اللي نعطينا من الجورة. أنت سحبتي كل شيء من الجورة، ما تركتيني مجلة للمرة الثانية. شاطرة. نسمع ونرجع معكم. خليكم بالجو.
تبين مشوارنا معكم الحديث على الهواء ونحن عم نسمع أغنية مع جو رعد كله نجاح وكله فرح حالة فرح مثل ما قالت الفنانة أصالة غنيت بعرس بنتها فكان في النجمة سميرة السعيد أنغام رامي عياش أحلام وأصالة كلهم غنوا لشام طبعا فيك تفوتي على الانترنت وتشوفي جو رعد بيعرس شام فلما طلعت وسأبت بعد جمعة حدا عم يسأل أصالة بانترفيو قال له شو رأيك بجو رعد قالت له جو رعد بالبداية يعني شوي استغربت لكن جو بيغني أحسن من نجوم كتير موجودين على الساحة وجو هو حالي فرح موجودة على المسرح بالفعل هيك جو مش بوجهك ولكن أنا سمعت كتير من أصدقاء جو رعد كان نجم عراسون فسمعت قديه الجو حلو قديه الواحد أول ما يقوله جو رعد للناس أنه رح يغني قديه حيلة الذهول وقديه بيفوتوا بالجو معك بس تطلع على ستيج شو السر؟ السر أنه أنا بغني من قلبي وبرقص من قلبي أنا بحس العرس هيدا لقلي فمن هيك لو بتشوفي غنية عيب علي بيعمل عيب اللي انطلقت جديدة طولنا للعمل للكليب لأنه جمعنا كل الأعراس يلي غنيت فيها تقريبا وحطيناها لنشوفوا الناس حالة فرح اللي أنا بعمله بالعرس أنا بلبنان بغني تقريبا عرسين ثلاثة بالأسبوع حلو الحمد لله يعني مفرح الناس كلها الحمد لله شوفي كل إنسان له دور بالحياة في أنا هلأ بلحظة قلك كلمتين بكيكي بس أنه أقدر أقدم لك سعادة وضحكك وأعطيك الحماس ورأسك وهو العرس هيك بده صحيح. اليوم الإنسان الزعلان واللي عنده مشاكل بيقعد بيسمع ميوزك أو أي شيء بينه وبين نفسه بدك تطلع لعند الناس وناس تشوفك رح يلا ينبسطوا يرقصوا ونعمل لهم أجواء حلوة جو رح نسمعك بالخليجة ممكن طبعا طبعا أنا من عشاق الأغنية الخليجية وكلامة يعني الأغنية الخليجية هي من الأغاني اللي حافظت على مستوى الكلمة فمن هيك إن شاء الله قلت لك حتكون إقامتي بدبي لخلص الألبوم اللبناني المصري أنت رح ينزل قريبا هلأ عندي أكثر من شغلة عم حضر لجلسة حلو. خليجية حلو طبعا وعم حضر لشو نعم. ما شو. تسأليني شو هو كمان شو لما تقول شو يعني شيء ضخم أكيد عم نحضر لشو حيكون 2016 حنطلق إن شاء الله بالسوليدير أو من خلال مسرح المدينة الشو حيكون يعني مصمم حتى الأزياء شارلوت الفنانة شارلوت المصممة اللبنانية اللي شهدوا لها شانيل وقالوا هيدي لبنانية لكن هيدي بتاتش عالم بتاتش شانيل شخصيا أدمنا مهمة هي عم تهتم بكل اللوك للشو لأنه هيدا الشو حينتقل من بلد لبلد له مسرح واحد ميوزك واحد في له دانس فريق عمل حيكون ما بين لندن وبين لبنان حنقدم الشو وهيدا الشو حيتصور وحيكون الشو لل 2015 وحيبرم فيه ابرم فيه بالعالم العربي من بلد لبلد قدمه والناس تقدر تستمتع وتشوف الشو بكل البلاد العربية جو إذا منبتدي بساعة تانية بطول الحديث وحديثك دايما حلو ودايما فيه أخبار حياة. وكلهم فيهم حياة وفرح وأمل خلا تضل هيك السبيريت تبعك وهيك وين ما رحت جو كل يعني برا كله هيك الجو متفائل وحلو بوجودك خاصة مع الصبح وبداية الأسبوع شفتي يعني هيك لازم تكون الانطلاقة كانت اللي هيفا وهبي دايما تقلي بحب وجودك تكون معي وجهك خير علي أكتر الناس اللي اشتغلت معهم وكنت بحياتهم كان وجهي خير عليهم فالحمد لله ما في أحلى ما أنك تعطي هيك الحب شو اخذين من الحياه خلينا نحب بعض فرح وحب بس بدنا نقول لك اهلا وسهلا فيك باذاعه بانوراما اف ام كانت بدايه اسبوع غير شكل
كلها بوزيتيف فايبس مثل ما بيقولوا. فبدي اقول لك ثانك يو لوجودك معي. ثانك يو لك ميرسي لاداره بانوراما الام بي سي والعربيه, وميرسي لدعمهم لي. انتم الناس اللي امنوا فيه, اول حدا اطلق لي اغانيه هي بانوراما. لكم ذكريات. اي لاف يو بانوراما. رح نسمع مقطع من انا بشهد لك ومقطع يلا. من اغنيه عيب. ونقول لهم ثانك يو لكل المستمعين يلي تابعونا. انا رح ارجع معكم بعد دقائق. جو رعد, ميرسي. ميرسي. وبدي وجه كمان صباحي وتحياتي لكل الشعب الخليجي وتحديدا السعودي. بدي أقول لهم بحبكم كتير وصباح الخير, وإن شاء الله أيامكم كلها خير, ولكل الإمارات ولقطر ولكل بلاد العربية. شكرا لك وأهلا وسهلا. حسك وقت اللي بتغمرني من الفرحة رح بتطيرني, ولما عينيك تغازلني شو حكيت, شو هالسر اللي بجمالك صعب تشبه إلا حالك, لو كل الدنيا بدالك ما كنت ترضي. أنا بجملك إنك وحدك مالك قلبي, حتى آخر وقت البدك تملكني. جو بس حابي لكم قبل, لا انت بدك نسمع منك. لا جو يلا خبرهم وين رح تكون براس السنة. اللي بيحب يحضرني ويشوفني على راس السنة حنكون بسمول فيل بلبنان. حيكون في شو ستيل سيرك, يعني اللي بدي يفوت على الحفلة ما حيشوف حفلة اعتيادية مثل ما بشوفوا ابدا. حتشوفي اجواء كتير حلوة. في معنا فرقة برازيلية, وفي معنا اجواء ما حقول كده. طيب لازم تجوا تحضروني ان شاء الله. ناطركم. بالبيت تخلط مياتك بالزيت ما بين خلطه وملتك.